جدا. اسعد الله اوقاتكم متابعين ومتابعات قناه شوف تيفي، مرحبا بكم معنا اليوم في هذا البث المباشر من قلب قاعه السبت في مكاشادو. هذا العرس ديال اللي كاين في مكاشادو ديال العصبه اللي غادي تشوفوا معنا متابعين افاضل متابعين قناه شوف تيفي. اذا الان اسبان الفرقه كيف ما كتلاحظوا معنا اجواء حماسيه داخل هذه القاعه، وهذه مناسبه غادي تكون مع سي حسين اللي هو تقني واللي غيشرح لنا على هذه اللعبه. اذا كيف ما كتشاهدوا معنا متابعين افاضل متابعين، مرحبا بك سي حسين عبر المباشر من قناه شوف تيفي الرياضيه. قلنا على هذه اللعبه وبغينا نشوفوا حتى اكثر، واليوم كنشوفوا تبارك الله اجواء حماسيه بقاعه هذا الملعب قاعه مقاطعه السبت. مرحبا بك مره اخرى. الله يحفظك استاذ، مرحبا بكم عندنا وشوف تيفي الرياضيه. بالنسبه للاجواء الحمد لله هذا استعدادا للبطولات الوطنيه. كنوجدوا الابطال ان شاء الله مستقبلا ان شاء الله، لان تيلعبوا البطولات الوطنيه حتى كيستعدوا ان شاء الله للمنتخب الوطني. بالنسبه لعصبة الغرب عندها يعني ابطال عالميين، ابطال عربيين، ابطال افريقيين، الحمد لله كاين النتيجه وكاين التوفيق للجميع. وكنشكروا التيفي الرياضيه على حتى كان باش نشوفوا نسمعوا الصوت اكثر. اش معنا دائما مع السي حسين زيدي زيدي ياك سيدي، اذا غيعطينا يزيد يوضح لنا اكثر. فكنشوفوا اليوم عندكم الجهات كاملين مشاركين، عفوا المناطق ديال الغرب كامله مشاركه اليوم. جميع الجمعيات مشاركين ديال عصبه الغرب، كلشي مشارك. جميع الجمعيات بالنسبه لعصبه الغرب مشاركين تقريبا 54 جمعيه، وتتبارزوا على اللقب الاول باش يتمثل البطوله الوطنيه ان شاء الله الرحمن الرحيم. ونتمنوا لهم التوفيق للجميع الابطال ان شاء الله. شكرا لك على شوف تيفي الرياضيه على التواصل معك ان شاء الله. مرحبا، شكرا لك. اذا دائما معكم عبر المباشر اذا كيف ما كتشاهدوا معنا. اذا كاين اللجنه التحكيم واللجنه التقنيه كيف ما كتشاهدوا معنا. اذا هذا هو هنا في هذا المكان اللي احنا اليوم في هذه القاعه اسمها قاعه ديال السبت كيف ما كتشاهدوا معنا. اذا لجنه التحكيم كذلك او البساط الثاني كيف ما كتلاحظوا معنا. اذا البساط الثاني لكن البساط الاول والبساط الثاني والبساط الثالث. اذا انتم عبر المباشر متابعين افاضل. اذا هنيئا جنة كيف ما كتلاحظوا معنا متابعين الافاضل. شوفوا اذا البساط الثالث شوفوا الان اذا هذا البساط الاول كيف ما كتلاحظوا معنا متابعين الافاضل.
درنا تحيه للحكمه كيفما كتلاحظوا معنا. إذن كيفما كتلاحظوا معنا متابعين أفاضل، معنا الآن غادي يتكلم معنا السي سمير الملاحي نائب الرئيس ديال عصبة الغرب، كيفما غادي يعطينا معلومات ومعطيات على هذه اللعبة. مرحبا بك السي سمير الملاحي على المبادرة، مرحبا. أنا صراحة على هذه اللعبة اليوم اليوم بسم الله الرحمن الرحيم. عصبة الغرب رياضة الكيك بوكسينغ والمواي تاي والصافات والرياضات الممثلة. احنا الان في تظاهره رياضيه اللي هي تظاهره جهويه كتجمع جميع الانديه ديال عصبه الغرب، وهذه عندنا مبرمجه في المخطط السنوي ديالنا في البرمجه ديالنا. الان نحن كنشوفوا بعض الاجيال الصاعده اللي هي بطوله خاصه بالشبان والكبار في رياضه المواي تاي. الفئة العمرية اللي كتشارك هي فئة الشبان اللي كانت 2007 او 2008، وفئة الكبار من 2006 2004 الى هذه الفئة ان شاء الله. سينا جميع الغرب مشاركة، عصبة الغرب كاملة مشاركة. هذه راه تظاهرة رياضية مبرمجة من طرف اللجنة التقنية اللي تابعة لعصبة الغرب اللي على رأس السيد الزهيدي الحسين، والطاقم المرافق له اللي هو السيد عبد اللطيف بواخلي. وصراحة كنشوفوا بعض الأبطال اللي فاجئونا، زعما تبارك الله كاينة نقيلة زونين، تبارك الله كاين أبطال على أعلى مستوى. وعندنا لجنة التحكيم اللي كيترأسها السيد دهباس والأخ سي محمد دريوي اللي هما على رأس اللائحة. الأمور الحمد لله غادية مزيان، لا في التحكيم تحسن مزيان ولا بالنسبة حتى الأداء ديال اللاعبين تبارك الله في المستوى. نتمنى شكرا لك، معنا لنعاود معك. شكرا لك إن شاء الله. شكرا. إذا كيف ما كتابوا معنا المتابعين أفاضل دائما عبر المباشر المتابعين الافاضل. الان اجدى ايضا هنا في اللبسه الثاني كيفما كتلاحظوا معنا. وجود الله هذا هذا
القائمة من الأجواء. السلام عليكم. السلام عليكم. سمعنا البرنامج المباشر مع حبيبتي معنا. لحظة يبدأ صور تذكرية معنا. السلام عليكم. السلام عليكم، مرحبا بك معنا في هذا البث المباشر. مرحبا بك معنا في هذا المباشر. شنو الشعور ديالك من بعد الفيلم؟ 16 سوتريميس بجيت لهم. كنشكر الاستاذ محسن معنا اللي كان استاذ جلال، تا هو ترينينا وجرينا بريباراسيون الحمد لله على كل حال. ندير سبنيطرة بين الرامي جنان ثلاثة. كنشكر جمعية البساتين على هادشي كامل. شكرا لك. تحياتي. إذا كيف ما كتابعوا معنا متابعين الأفاضل. إذا فرحة عارمة كيف ما كتشاهدوا معنا متابعين الأفاضل. كنتمنوا إن شاء الله الجميع الفوز. إذا هذه فئة الشبان. إذا نحن الآن في بيسط الثاني. المباراة عبر المباشر. كنتمنى من جميع المتابعين انكم تبارتاجيو فضل المساء عمران. كياخذوا استراحة. إذا كيف ما كتشاهدوا تبارك الله على الجمهور غفير كيف ما كتلاحظوا معنا كيف ما كتشاهدوا معنا متابعين الأفاضل. لأن الحكم أعطى انطلاقة.
جميع المتابعين الشباب شرف الزيدان. بدينا ناخذ كلمة. السلام عليكم، مرحبا بك معنا فتاة البث المباشر. مبروك أولا، شو الشعور ديالك؟ السلام عليكم، جميع مبارك. بسم الله، كما كان في المستوى الخصم كان تبارك الله موجد، والحمد لله الشبل الفضل ديال الأستاذ ديالي والمشاهدات ديالي ومشاهدات شباب المنشورة اللي جاريش بهذه المقابلة، والحمد لله ما كانش من الفوز. هادشي كامل صافي في اعتراف الأستاذ هشام الكرماني. شكرا. سيدي سليمان وجون دار العام. جماعة الدار العامري سن 18 سنة، ميزان تلعب ناقص 60 كيلوغرام. شكرا. شكرا. إذا كيف ما كتبوا معنا المتابعين الأفاضل، دائما معكم عبر المباشر من قناة شرف الرياضية. إذا نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، نتلاقاو في بث آخر إن شاء الله.